بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفنا في تدبرنا في سورة القمر العظيمة عند تلك الآيات التي جاءت تصف نهاية قوم عاد. لم يدخلنا القرآن في سورة القمر في تفاصيل ذلك العذاب الذي فصله في سور أخرى، ولكن كان السياق يتحدث عن عاقبة المكذبين في كل الأمم، الأمم التي سبقت كفار قريش، الأمم التي يمكن أن تكون بعد ذلك في الزمن، في زمن المستقبل. القرآن كتاب يخاطب كل الأمم وكل العصور، ولا يقف فقط عند تاريخ الأمم والأقوام السابقة. وختمت النهاية في قصة قوم عاد بتلك الآيات العظيمة التي تأكدت في سورة القمر مرة بعد مرة، التي تشكل المحور العظيم الذي تدور حوله السورة، التي تشكل إطار السورة. فكيف كان عذابي ونذر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. هذا الربط الواضح الذي فصلنا فيه في المرات السابقة بين وقوع العذاب وبين الحديث عن تيسير القرآن للذكر وتهيئة هذا القرآن وما فيه من مزايا وخصائص تجعل منه كتابا يذكر الإنسان ويذكر المجتمع ويذكر الأمم السابقة واللاحقة، كتاب يجعل التاريخ حاضرا في حياتك، يجعل الماضي وما حدث من وقائع فيه حاضر في مستقبل الأمم. لأجل أي شيء؟ لأجل أن يتعلم الإنسان. الأمة التي لا تقرأ تاريخها ولا تعرف عن ماضيها وعما حدث من أمم سابقة لها، وتحاول أن تستكشف قوانين النهوض وكذلك الانهيار، هذه أمة لا يمكن أبدا أن تعرف كيف تخطط لحاضرها ومستقبلها. القرآن كتاب يصلك ويصل ماضيك بحاضرك ومستقبلك. ثم إذا بالآيات العظيمة تنتقل إلى أمة أخرى، أمة قوية أسست حضارة ذكرها القرآن في سورة هود والشعراء والنمل والأعراف وغيرها من سور القرآن، أصحاب الحجر الذين تركوا آية في آثارهم المعمارية ما زالت موجودة إلى اليوم في المنطقة ما بين الحجاز والشام في الجزيرة العربية. ماذا قال عنهم القرآن في سياق سورة القمر التي جاءت تحدث الإنسان منذ بداياتها في قوله جل شأنه: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. كلام ليس فقط لقريش، كلام لكل الأمم والمجتمعات. الآيات التي يعلمنا القرآن العظيم بأنها لا تنحصر في آية حضارية أو تاريخية أو كونية أو مادية أو آية قرآنية، لأن القرآن كتاب يعلمك كيف تقرأ الآيات. قال: كذب الثمود بالنذر. القرآن العظيم في حديثه عن مفهوم ومفردة النذر، نحن تحدثنا ونتحدث طويلا عند المفاهيم القرآنية، نقف طويلا عندها. المفهوم القرآني مفهوم يولد لديك الفهم والتدبر الذي ممكن أن يكون أقرب إلى مقاصد السورة والقرآن. عليك أن تقف عند المفاهيم القرآنية. النذر جمع نذير، والنذر كمفردة ذكرت في كتاب الله في أكثر من 130 موضعا بسياقات مختلفة ومفردات مختلفة، ولكن أصل الكلمة فيها إنذار، فيها تحذير، فيها تخويف،
بل حتى أن الرسل كذلك أطلق عليهم النذير، فالرسول أيضا يكون نذيرا. ولكن هناك عدة أشكال للنذر. هذا الإنذار ممكن أن يكون بشكل آية، ممكن يكون بشكل دلالة، ممكن يكون بشكل مرض، ممكن يكون بشكل نقص في الأموال والأنفس، ممكن يكون رسول. المهم أنه فيه إعلان لتخويف وتحذير. كيف كانت هذه النذر؟ ما هي الدلائل والعلامات؟ تختلف. قال: كذب الثمود بالنذر. أين الإشكالية؟ الإشكالية في التعامل مع تلك النذر. إنسان يرى نذر كثيرة في حياته، أنا وأنت في موقعنا وحياتنا، سواء كانت على المستوى الفردي أو المستوى الجماعي، نحن نرى نذر مختلفة، ولكن لا نتعامل مع تلك النذر بمنهج واحد. ثمود قال عنها: كذب الثمود بالنذر. فماذا كان نتيجة التكذيب؟ ماذا تكون النتيجة حين لا تحدث النذر في حياتك تغييرا إيجابيا يدفع بك إلى تصديق الرسل وتلاوة القرآن ومحاولة؟ لأن هو ما معنى أن تخويف والتحذير؟ نحن حتى على السياق الشخصي، أنت حين تحذر طفلا أو تحذر إنسانا أو تحذر لأجل أي شيء؟ لأجل أن يأخذ حذرة، لأجل أن لا يقع في نتيجة ما تحذره من، حتى ينتبه. ولكن حين يكذب الإنسان بتلك النذر، معناها أنه لا يريد أن يأخذ حذره، معناه ما قد أحدثت فيه النذر لم يصل إلى النتيجة المطلوبة. وقعت النذر ولكن ما حصلت النتيجة المطلوبة من التراجع الذي يسوق إلى المراجعة الحقيقية في واقعك وحياتك. مطلوب منك أن تراجع. إنسان العاقل حين تأتيه النذر، مهما كانت أشكال تلك النذر، كما ذكرنا أمراض، أوجاع، كوارث، جائحة، غيرها، نقص في الأموال، نقص في الأنفس على المستوى الشخصي والجماعي، لا بد لك من المراجعة لمواقفك، أن تراجع حياتك، أن تراجع إيمانك، أن تراجع علاقتك بالله سبحانه وتعالى. أنت ما خلقت هكذا عبثا في الكون. هذه المراجعات إن لم تتحقق في الحياة، ما عادت النذر تجدي شيئا ولا نفعا. كذب الثمود بالنذر. هذا التكذيب قادها لأجل أي شيء؟ قادها للتعسف في الأحكام وإطلاقها، قادها لأجل أن تصدر أحكاما فارغة لا قيمة لها. فقالوا: أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. تدبروا معي في هذه الآية، تلك المراجعات الغائبة عن حياة ثمود قادتها لأجل أي شيء؟ غابت عن المراجعات. ما أحدثت النذر فيها توجها جديدا قادها ذلك إلى حكم خطأ 100%، حكم سيقودها إلى نهايتها المحتومة، إلى زوال حضارتها وزوال قيمتها وزوال كل ما حققته من إنجازات مادية. تدبروا معي في قولهم، قالوا: أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. هذا النبي الذي جاءنا بالنذارات لا ينبغي أن نتبعه لأنه واحد منا. حكم خطأ وقعت فيه قريش ووقعت فيه كل الأمم السابقة. لماذا؟ لأنها لم تتعظ ولم تتعلم ولم تقرأ النذر قراءة واقعية عقلية تقودها إلى القرار الصائب. أو أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. الضلال والسعر في اتباع النبي الذي أرسله الله إليكم، أم الضلال والسعر في تكذيب ذلك النبي؟ قلبت وطمست الحقائق. شيء طبيعي، الإنسان الذي لا يتعلم كيف يقرأ النذر في الماضي والحاضر والمستقبل، والأمة التي لا تعرف كيف تقرأ النذر،
وبالتالي لن تحسن تلاوة هذا القرآن العظيم. لو أحسنت تلاوة القرآن الذي هيأه الله للذكر، لو تذاكرت هذا القرآن فيما بينها على مستوى الأفراد وعلى مستوى المجتمعات وعلى مستوى المؤسسات، وقرأت واقعها والنذر التي جاءت إليها، لما كانت تلك الأحكام التي أصدرتها، أحكام التي أوقعتها في الضلال والسعر، ولكنها جعلت من نفسها قاضية لترى أن الحق ضلال وأن النعيم سعر وأن الزيادة نقص وأن الهدى عمى وضلال. هذه الموازين المقلوبة كيف رأتها هذه الأمة، أمة ثمود، وهي ما هي من العلم والتطور والتقدم، حين يتخبط الإنسان بعيدا عن كتاب الله جل شأنه. تدبروا معي في القرآن كيف يقدم لنا نماذج لأمم ما عرفت كيف تتعامل مع كتاب ربها، مع المنهج الذي أنزل إليها. هذا تحذير، هذه نذارة أخرى، هذا شكل من أشكال النذر لنا نحن اليوم ونحن نقرأ هذا القرآن، حتى تتعلم كيف تقرأ الأحداث. إنا إذا لفي ضلال وسعر، يصفون الهدى ضلالا ويصفون الضلال هدى، ويصفون النعيم الذي يتحقق للمجتمع والأمة من جراء اتباعها لمنهج ربها. الله سبحانه وتعالى أوضح في آيات وفي سور في كتاب الله جل شأن بأنهم لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. الأمة والمجتمع والفرد حين يستقيم على منهج الله سبحانه تختفي كل مؤشرات الفساد والانحراف فيه على كل المستويات، أخلاقية واقتصادية واجتماعية وأسرية، ليتحقق الرخاء الحقيقي وليس الرخاء المزيف. ولكن الأمة التي تتنكس عن منهج ربها أن لها أن تعرف طعم الرخاء والرفاهية والاستقرار والأمن، سواء كان أمن غذائي ولا مجتمعي ولا أسري ولا أخلاقي. تدبروا في القرآن كيف يعلمنا. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. وتدبروا في دقة المفردة، ذكر الذكر، وهذا النبي صالح عليه السلام ألقي عليه منهج من الله جل شأنه، سماه القرآن ذكرا لأن الاحتفاء في سورة القمر بالذكر. ولماذا هذه المفردة الذكر؟ الذكر الذي يذكرك بقيمتك، الذكر الذي يذكرك بمهمتك على هذه الأرض حين تنسى، الذكر الذي يذكرك بمصائر الأمم السابقة حين تنشغل وتتلهى عن ذكر الله سبحانه، وتعتقد أن ما أصابهم بعيد عنك. تدبروا في القرآن كيف يؤصل للقواعد. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. صالح النبي الصادق الصدوق الوفي المخلص الذي هم قالوا عنه في سور أخرى لقد كنت فينا مرجوا من قبل هذا، وكانوا يعملون له 1000 حساب مبجلا بين قومه، من أوسطهم نسبا وحسبا وعقلا وفطنة وحكمة وذكاء. الآن حين جاءكم بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم وقلتم عنه كذاب أشر. وفيها تسلية للحبيب صلى الله عليه وسلم أن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقوله عنك قومك من أنك كاذب وساحر وكاهن، هذا ليس بدعا مما قالوه عن بقية الرسل، قالوا عن صالح كذاب أشر بصيغة المبالغة. من البطر الإنسان الذي يبطر النعمة ويتبطر عليها ويتعالى عليها ويترفع عليهم، هؤلاء الأنبياء صفوة الخلق، أحسن الناس تواضعا وخلقا وصدقا وأمانة، يوصفون بأنهم كذاب أشر.
قلبت الموازين وفيها تسلية لكل مصلح، لكل صدوق، لكل أمين، ينصح قومه وأهله وعشيرته ومجتمعه ويقف ويسبح ضد التيار. تهيأ لما هو آت. ممكن أن توصف بأنك كذاب، وممكن أن توصف بأنك فاسد، وممكن أن توصف بأنك أشر، وممكن أن يلقى عليك عشرات من الأوصاف التي أنت أكثر ما تكون بعدا ونزاهة عنها. تدبروا في رد القرآن، قال سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. تهديد ووعيد لهم. لماذا جاء بلفظة غد؟ هو العذاب ممكن يكون غدا، العذاب الدنيوي أو العذاب الأخروي. لماذا القرآن يصوره وكأنه حاصل الساعة حاضر، كأنه الآن؟ لأجل أن ينبهنا إلى شيء آخر، قرب الساعة، اقتربت الساعة وانشق القمر. تدبروا في الوصل والتناسب ودقة التناسب بين آيات السورة المباركة، اقتربت الساعة وانشق القمر. الإنسان الكافر يراها بعيدة ويستعجل العذاب، لأنه لم يستقر في قلبه لا تصديق ولا يقين يقرب يوم القيامة لعينيه حتى يستعد. أما المؤمن يراه غدا أو بعد غد، يراه الساعة لشدة ما قد استقر في قلبه من اليقين والإيمان والتصديق بقرب وقوع يوم القيامة، حيث أن القرآن يقول اقتربت الساعة. إذن اقتربت الساعة، فلا تبتئس ولا تيأس ولا تحمل هما مهما ضاقت هذه الأرض بأولئك المفسدين فيها الذين يريدون أن يقلبوا الحقائق ويزيفوها ويصوروا الليل نهارا والنهار ليلا والحق باطلا والباطل حقا، لا يغير شيء من الحقائق. قال سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. تدبروا في وقع المفردات في السورة. فارتقبهم واصطبر، ارتقب وانتظر ماذا سيفعلون، لأن كل شيء في كتاب الله موزون، كل شيء له أسباب ومسببات. العذاب سيقع، سيقع، ولكن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يهلك قرية قال أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. كل شيء مرتبط بأسباب، بمسببات. العذاب لا يقع هكذا دون أن يكون له مقدمات، ودون أن يقيم الله سبحانه الحجة على المفسدين. فأرسل لهم الناقة. لماذا أرسل لهم الناقة؟ فتنة، اختبار، ابتلاء، آية. الله يعلم أنهم فاسدين، يعلم أنهم كذبوا بالرسل، يعلم أنهم لن يصدقوا. لماذا يرسل الناقة؟ فتنة واختبار، يقيم الحجة على عباده، ويعلمنا أن لكل شيء أسباب، وأن هذه الحياة التي نسير عليها العواقب ترتبط بالأسباب والمسببات. الفساد لا يمكن أبدا أن يستفحل وينتشر دون أن يكون نتائج له، تأتي له نتائج مترتبة عليه. أرسل لهم الناقة، قال فارتقبهم واصطبر. والارتقاب ليس مجرد انتظار، لا، ترقب معه يقين بأن الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل. وهذا النوع من أنواع الاصطبار، هذا ليس صبر، هذا طلب للتصبر. اصطبر، ولذلك القرآن يقول واصطبر عليها. لماذا الأمر بالاصطبار؟ هذا نوع من أنواع المجاهدة، مجاهدة النفس التي يؤجر عليها المؤمن. لماذا يؤجر عليها المؤمن؟ لأنها انتظار وترقب لتحقق أمر الله سبحانه وتعالى الذي قد استقر في القلب والعقل إيمانا ويقينا وتصديقا به. ولذلك أنا وأنت حين نرى أن الفساد قد انتشر، وأن الكذب قد انتفش، وأن الزبد قد بدأ يذهب بلب الناس، لا تبتئس، لا تبتئس أبدا. اعلم أن الله سبحانه وتعالى
غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لا يقل إيمانك ويقينك وتصديقك بالله بأن وعد الله حق أبدا أبدا أبدا، ولا تخالج في نفسك وخطرات النفس أي شكل من أشكال الشكوك أبدا. ابقى على يقينك، الصبر، ولذلك جاء بكلمة الصبر، لأن الأمر فيه إيمان، فيه عبادة، فيه اصطبار، واصطبر عليها وأنت مؤجر على ذلك. قال: ونبئهم أن الماء قسمة بينهم، كل شرب محتضر. افعل ما ينبغي أن تفعل، خذ بجميع الأسباب، استمر في إنذارهم، استمر في تحذيرهم وتخويفهم، ولو كنت تعلم في قرارة نفسك، لا يعلم الغيب إلا الله، ولكنك قد بدا لك من العلامات ما قد تيقنت معه أن هؤلاء ما عاد تنفع فيهم وما عاد تنفع فيهم النذر. ولكن مطلوب منك أن تسير في رسالتك، وأن تستمر في تحذيرك وتبليغك لهم، وأن لا يثنيك ما تراه من تكذيبهم وجهلهم وسفسطتهم عن السير في دعوتك. هذا على فكرة رسالة لكل المصلحين، لكل الدعاة، أنك مهما رأيت من الفساد، من البوادر والطغيان والزيادة والعلو، لا تتوقف عن دعوتك أبدا أبدا. أنت لا تدعو فقط لأجل أن يسمعك الناس، لا، أنت تدعو لأن الله قد أمرك بالدعوة، أنت تدعو إلى الإصلاح لأن الله قد أمرك بالإصلاح، أنت تصلح ولو كنت في وسط كل هذا السرب من الفساد، لأن الله قد أمرك بالإصلاح. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم، أرسل لهم ناقة، آية لهم، آية حسية، كانوا يطالبونه بالآيات الحسية وتسلية لقلب حبيبي صلى الله عليه وسلم، الذي طالما طالبته قريش بالآيات الحسية، انتهى وقت وزمن الآيات الحسية. القرآن أعظم آية، ها هي الأقوام التي قد سبقت، أرسل الله لها الآيات الحسية، فماذا فعلت بها؟ كذب الثمود بالنذر، جعل الماء قسمة بينهم وبين الناقة. هل لأجل الأمر الحسي؟ لا، لأجل الانصياع للأمر الإلهي، لأجل الاختبار، وليس لأجل التعالي والطغيان. قال: فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. طبيعة الإنسان الذي يظله الله سبحانه وتعالى، الذي ما عادت تجدي فيه النذر، أنه يتمادى، أنه يتعالى، أنه يبحث له عن رفقاء السوء وزمرة السوء وصحبة السوء وثل من المفسدين من أمثاله، يعينونه على الباطل والمنكر الذي هو فيه. فإذا ما كذب وزاد في كذبه صدقوه، قالوا صدقت، وإذا ما تعاطى المنكر قالوا له أحسنت فعلا وفعلت الخير، وإذا ما رأوه على باطله وطغيانه وفساده زينوه له وأروه ذلك الباطل والمنكر حسنا ومعروفا. تدبروا معي في هذه الآيات. قال: فنادوا صاحبهم فيما بينهم، وكان بينهم من المفسدين والرؤوس المفسدة الضالة، ما بينهم، فواحد ينادي على الآخر: من ذا الذي يجرؤ على أن يعقر ويقتل هذه الناقة ويذبحها ويخلصنا منها؟ آية من عند الله سبحانه. قال: فتعاطى فعقر. التعاطي بمعنى أي شيء؟ بمعنى أن ينادي كل واحد منهم على الآخر، يتعاونون على المنكر، يتعاونون على الباطل، يتعاونون على إنكار آيات الله فيهم. فماذا قال القرآن؟ قال: فكيف كان عذابي ونذر.
ما حدثنا في تفاصيل، كل ما قاله قال فكيف كان عذابي ونذر، في سياق الإنكار والتوبيخ والعبرة وسياق الاعتبار، كيف كان عذابي ونذر. أنت حين تتعاطى مع آيات الله فيك وفي مجتمعك ونفسك وفي العالم بالتكذيب، عليك أن تحذر وأن تفهم وتستوعب أن الله يمهل ولكنه لا يهمل. عليك أن تدرك أن بطش ربك لشديد، وأنه إن أمهلك يوما أو يومين أو ثلاثة أو سنة أو سنتين فهذا لأن الله سبحانه غالب على أمره، وهو سيتم أمره بالشكل الذي يريد سبحانه، والكيفية التي يريد، والوقت والزمن الذي يريد. فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة. واحدة، لماذا أرادها واحدة؟ لماذا جعلها واحدة؟ لأن هذه مجرد سبب. لو أراد الله سبحانه وتعالى أن يوقع عليهم العذاب بثانية لحدث، وبدون صيحة لحدث، ولكن الأسباب والمسببات التي تشي بقهر الله لعباده سبحانه، وهو القاهر فوق عباده. لماذا كانت الشكل العذاب، لماذا كانت صيحة؟ حتى يأتيهم من حيث لم يحتسبوا. الإنسان والعالم الذي نعيش فيه قد يعمل حسابا لكل شيء، حسابا للبراكين، وحسابا للزلازل، وحسابا للكوارث، وحساب، فإذا بالآية والعذاب الذي يأتي والنذير الذي يأتيه من حيث لا يحتسب. أنت تعمل حسابا للجفاف يأتيك فيضان، أنت تعمل حسابا للبراكين تأتيك الصيحة، أنت تعمل حسابا للفيضانات تأتيك الحرائق، أنت تعمل حسابا لكل شيء يأتيك فيروس وجائحة ما عملت لها ولا حساب. النذر، لا ندخل في تفاصيل هذه النذر بعيدا عن المنهج القرآني، المنهج القرآني لا يتعبك في التفاصيل، ولكن يقف بك عند المقاصد ويجعلك تشغل عقلك وتعمل عقلك لأجل أن تستوعب وتفهم كيف تتعامل مع النذر، ماذا تحدث فيك النذر. قال فكانوا كهشيم المحتضر، آية ومثل من لدن البيئة التي يعيشونها، حضائر التي يعيشونها، الحيوان يهيئون له الحضائر، وهذه الناقة هيئوا لها الحضائر فيهيئوها من جملة ما يهيئوه ويضعوه ويضع المزارعون لأجل الحضائر للأغنام والبقر والأنعام المختلفة والجمال، يضعون لها ويهيئون لها المكان الذي تكون فيه الحضائر، فيضعون فيها من هذه الأعواد اليابسة، أعواد وأعشاب الزرع الذي قد انتهى أصبح يابسا لا يصلح لشيء إلا أن يكون هشيم المحتضر، لأجل أن يكون في هذه الحضائر كالفراش بالنسبة لهذه الأنعام، فيضعها الناس ويستفيدون منها في الحضائر. حضارة وأقوام وأمة قوية لها من الإنجازات ما لها، وبعض الإنجازات تركت خلفها آية، أصبحت كهشيم المحتضر. كيف هذا؟ لأن هذا عذاب ربك، هذا ليس عذاب كعذاب البشر، هذا عذاب ربك، هذا الذي لا يعمل له بعض البشر حساب. بعض البشر اليوم في زماننا يعمل حسابا لكل الأمم العظمى في العالم، حسابا لمن لديه أسلحة، وحسابا لمن لديه صواريخ، وحسابا لمن لديه أسلحة ذرية ونووية وكل الأسلحة، ولا يعمل حسابا للرب الذي ينبغي أن يعمل لعذابه ألف حساب. فكيف كان عذابي ونذر. بعض البشر يعمل حسابا لعذاب البشر،
ولذلك يخشى من هؤلاء البشر ومن بطشهم، واعمل لهم ألف حساب، وتكبر الصورة وتتضخم في قلبه ووعيه ونفسه ووجدانه، ويقول لك إذا ما سألت يقول لك لا 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 لا، لا أستطيع أن أقف في وجهه، هذا لديه أسلحة ولديه كذا ويستطيع أن يفعل كذا ويفعل كذا. فلما تضخم الغير من البشر في قلبه ووعيه وعقله، وما جاءت تلاوة آيات الكتاب لتنبه هذا العقل الغافل والقلب الغافل بهذه الآية العظيمة، فكيف كان عذابي ونذر؟ وقع فيما لم يعمل له حساب، عذاب الله سبحانه وتعالى. أنى لعاقل أن يعمل حسابا لعذاب البشر ولا يعمل حسابا لعذاب الله سبحانه؟ فكيف كان عذابي ونذر؟ تدبروا في الربط. من هنا قال: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. أنت لا تستطيع أن تقرأ قراءة واقعية صحيحة لتاريخ الأمم والأقوام السابقة، لا أصحاب الحجر ولا الفراعنة ولا عاد ولا غيرهم ولا غيرهم، دون أن تقرأ هذا الكتاب. أنت بحاجة لهذا الكتاب الذي هيأه الله لك لأجله، وهيأ ووضع فيه من المزايا والخصال والمواصفات ما تجعل منه أعظم مادة للتذكر والتفكر والاعتبار والدراسة في كل المستويات وكل نواحي الحياة والتعلم والمعرفة. لأجل أي شيء؟ لأجل أن تفهم، لأجل أن تعي. أنت حين لا تقرأ القرآن لن تقرأ هذه الآيات قراءة صحيحة، ستمر وتتعجب وتأخذ الصور والسيلفي أمام هذه الآثار وأنت منبهر بإنجازات القوم، ولكنك حين تقرأ القرآن ستدرك ما وراء هذه الإنجازات، ما وراء هذه الآثار، ستقرأ ما بين السطور، وستدرك أن الرب الذي قد أنزل بهؤلاء العذاب لما كذبوا بالنذر قادر وقاهر على عباده. أما وأنه قاهر، فآن لك أن تتعرف وتعرف كيف تقرأ النذر قراءة صحيحة، ولا تنشغل بالتفاصيل بعيدا عنها، ولا تنشغل بمعالجة النذر وأنت مطالب بأن تعالجها إذا كانت كارثة طبيعية أو كانت مرضا أو كانت، أنت مطالب بمعالجتها، ولكن في ذات الوقت مطالب بأن تقرأ ما وراء هذه النذر، تقرأ ما بين السطور، تفهم، تقول وتجلس مع نفسك على كل المستويات كمجتمع وكأفراد وكمؤسسات أن يا جماعة هلموا بنا إلى المراجعات، افتحوا كتاب المراجعات، دعونا نراجع أنفسنا، نراجع ما قمنا به. نحن كنا نعيش فترة طويلة من الزمن في نعمة وخير وأمن وصلاح واستقرار وأمن صحي وأمن اجتماعي وأمن غذائي، ماذا حل بنا؟ كيف حصل هذا؟ أنا ممكن أن تستغرقني عشرات التفاصيل ما بين المؤامرات على التخطيطات على أشكال مختلفة، ولكن ما قيمة أن تستغرقني كل هذه التفاصيل دون أن أنتبه وألتفت إلى ما وراءها، دون أن تحدث في مراجعة حقيقية. حتى لو كان كل ما يحدث في العالم محض مؤامرة، أليس تسليط البعض على البعض من الخلق شكل من أشكال الابتلاء؟ نذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. أذاقك ما عملت، فأين الرجوع ومتى الرجوع؟ أذاق البشرية لباس الخوف والجوع، فأين الرجوع؟ لأنه حين يذيق لباس الخوف والجوع يطالبك بالرجوع لأجل أن ترجع. فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. إشكالية خطيرة. القرآن يحفز النفوس لأجل أن تستدرك ما فات في سياق الحديث عن الأمم السابقة، وفي سياق مخاطبة كفار قريش قبل فوات الأوان، وفي سياق خطاب كل الأمم التي نزل هذا القرآن ويسر للذكر لأجل أن يتذكر فيه من تذكر.
هذا القرآن العظيم الذي جاء ليحدث التذكر في حياة الأمم، يحدث المراجعة الفعلية الحقيقية، المراجعة التي تبين للإنسان ما قد فاته وتحثه وتحضه على استدراك ما قد فات. هذا القرآن، فهل من مدكر؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.